السلام عليكم، أعرفكم بنفسي حميد عقبي، كاتب وناقد سينمائي يمني مقيم في فرنسا، أكتب في القدس العربي في عدد من الصحف العربية الدولية في لندن. في هذا اللقاء سنتحدث عن كتابي السينما والواقع، وهو قراءة نقدية ل24 فيلم يستحق المشاهدة. هذه المقالات نشرت على صفحات القدس العربي، على صفحات رأي اليوم، على أيضا موقع إيلاف الإلكتروني وعدة مواقع، وهو صادر عن دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني، ويمكن أن الحصول عليه بسهولة جدا بكتابة فقط على أي محرك بحث حميد عقبي السينما والواقع، أو كتاب السينما والواقع حميد عقبي. ستجدون الرابط بسهولة، موجود أيضا على عدة مكتبات، مكتبة العبيكان وعدة مكتبات أيضا ستجدونها على موقع سينماتيك حداد. ففي هذا الكتاب تناولت الكثير، 24 فيلم سينمائي، فمن ضمن هذه الأفلام التي ربما الوقت لا يسمح لنا أن نستعرض جميع هذه الأفلام، نستعرض مثلا فيلم الذئب الأخير للفرنسي جان جاك أرنو، رحلة شعرية وروحية في منغوليا. لكن في البداية أود أتحدث عن مفهوم السينما والواقع. هل السينما معنية بنقل الواقع نقلا حرفيا أو رصد الأحداث؟ السينما والواقع ما أقصده هنا هو الأفلام السينمائية التي تستحق المشاهدة، والتي تمعنت في الواقع، والتي استطاعت بشكل فني وليس بشكل أدبي قراءة الواقع، الواقع المؤلم، استطاعت تبكير الكثير من المعاني، استطاعت استخلاص الكثير من العبر، استطاعت أيضا لفت أنظارنا إلى أشياء ربما لا نحسها، أو أشياء قراءة الواقع، قراءة ما وراء الواقع، قراءة المعاني الحقيقية، وهي يعني تتفجر بالكثير من الأفكار، بالكثير من الأحاسيس، يعني تلفت انتباهنا إلى أشياء هي موجودة في الواقع وأحداث، ولكن ربما أحيانا لا نفهمها، أو أحيانا قصدي عندما تستعرض بشكل كوميدي يعني للإضحاك لا يكون لذلك المعنى الحقيقي لها. نقف بسرعة مع فيلم الذئب الأخير. هون الذئب الأخير للفرنسي جان جاك أرنو، ويتحدث عن الذئاب في منغوليا، الذئب باعتباره عنصر من عناصر الطبيعة، باعتباره أيضا أحد أفراد هذا الشعب، الشعب المنغولي، الشعب الكبير، الشعب المقاوم، الشعب الذي يتحمل قسوة الطبيعة ويتعايش مع من يتعايش مع هذه الذئاب التي هي شريكة له في الأرض منذ ملايين السنين. هنا يتحدث عن عندما يصبح الإنسان، عندما يتمرد الإنسان على، هنا قانون معين في الطبيعة، وهذا القانون يعني ما بين الشراكة ما بين الذئاب والشعب المنغولي، هي شراكة كما قلنا منذ آلاف السنين، والآباء يعرفون جيدا كيف يتعاملون مع هذه الذئاب، يعني لا يقتلون هذا الذئب إلا إذا اعتدى عليهم أو اعتدى على حقلهم. ولكن يعني مثلا هناك صيد الغزلان وصيد الحيوانات البرية الموجودة في الطبيعة، هم يصطادون فقط ما يريدون، يعني ما يكفي أكلهم للشتاء، يعني يجعلون بقية هذه الحيوانات نصيب الذئاب يعني يظل. هون طبعا يعني يفرز رسالة مليئة بالحب والسلام، وأيضا كثير من المعاني، يحاول يعني تحليل الشخصية الإنسانية اليوم في نوع من الأنانية. الفيلم أيضا يعني فيها الكثير والكثير جدا من الصور الجميلة، حوارات مدهشة وإيحائية. نتوقف أيضا مثلا مع فيلم الصديقة الجديدة للفرنسي فرانسوا أوزون، الانتصار للرغبة واللذة بعيدا عن الإرشاد الأخلاقي. طبعا فرانسوا أوزون ويتحدث كثير عن النساء، يتحدث كثير، يتناول دائما المرأة، يتناول دائما الجسد الأنثوي، يتناول مسألة الرغبة، مسألة اللذة، يعني يقول أن هناك طبعا الطابع الأخلاقي والإرشاد الأخلاقي والشيء الأخلاقي التي قد تقف أمام الإنسان، يعني تقف أمام لذته، يعني بمعنى له فلسفته الخاصة في هذا. هنا يعني حكاية رجل يفقد زوجته ثم تثور لديه رغبة لبس الملابس النسائية،
رغبتها بالشعور كمرأة، لكن لا يريد فقط أن يكون مجرد مرأة بجسد أو مرأة بلبس، ولكن يريد أن يكون مرأة يعني حقيقية، مرأة من الداخل. هو يحس أن هناك شيء معين. فطبعا فرانسوا أوزون يقول: الذين يبحثون عن خطاب أخلاقي في أفلامي عليهم سرعة مغادرة قاعة العرض. إحنا هون قراءة يعني في واقع المجتمع الغربي، وهذه نوع من الظواهر الكثيرة إحنا ربما قد لا نفهمها في العالم العربي، ولكن هنا تمعن كبير جدا في المجتمع الغربي، المجتمع الفرنسي ما تحيط به. فيلم حياة برية للمخرج سيدريك خان، دراما اجتماعية وواقعية وانحياز كامل للطبيعة. طبعا هون عاطفة وحنين لتصوير الطبيعة، مسرح لأحداث الفيلم. الطبيعة الفرنسية ساحرة جدا، يعني ما بين المدينة، ما بين القرية، ما بين الساحل، ما بين الغابات. هذه مستوحاة بقسم من قصة حقيقية. باختصار، باكو شخص يعشق حياة البرية، يكره الحياة المدنية بسبب النمط الاستهلاكي المادي. تعرف على نورا تشاركه الحلم بحياة برية، يعيشان بكرفان على جانب الطريق بعمق الريف الفرنسي. لهما ولدان بعمر 6 و7 سنوات، وأخيرا تقرر ترك زوجها بعد أن ملت من الحياة بين الطين والدواجن والماعز، تأخذ طفليها. وهنا نوع من الانحياز للطبيعة، وكذلك أيضا يعني ما بين المدنية وبين الطبيعة، وعودة للبرية، عودة للحياة البدائية. في طبعا الكثير من الأشياء اللي ممكن نقرأها في هذا الفيلم. يعني هذا الفيلم يعني أيضا الروعة فيه أيضا هون الطفل الصغير، مثلا نراه يعود، يعني الأب يأخذ الأطفال ويرحل بهم في رحلة، يعود الحنين إلى أمه. يعني نرى الغابة هون كمصر، ليس فقط كمسرح للأحداث، ولكن نراها كهي يعني كتعويض عن الأم الحقيقية. الفيلم لم يكن متحيز للرجل من وجهة نظري، لا نلمس فيه كثير من النزعة الذكورية، رغم أن أغلب الشخصيات ذكورية. الفيلم عوض الأم بالطبيعة. ثم ننتقل إلى فيلم سامبا، هل يستحق الحلم الفرنسي كل هذه المجازفة من المهاجرين؟ طبعا احنا نعرف جيدا ان في هذه الفترة هناك الكثير من الافلام خرجت حول المهاجرين وحول المقاطعات او ما نسميها الضواحي. هون نحن مع رجل يعني بعد 10 سنوات بدون اوراق تمسك بها الشرطة فتحاول ترحيله. يتعرف على اليس التي تعمل بجمعية كمتطوعة، يعني منذ النظرة الاولى يكون هناك نوع من العاطفة. بعد ذلك يتعرف على اصدقاء، تطور علاقات مع اليس في جو مشحون بالتوتر والقلق، تكون قصة حب رومانسية. يكشف الفيلم حالة المهاجرين بدون اوراق اقامة. فيلم لا يمكن وصفه فقط بالدراما الاجتماعي الكوميدي. الفيلم يغوص في هذه المشكلة، وهي مشكلة كبيرة جدا ارقت وتؤرق السينما. وهناك كثير من الافلام تحاول جدا الدخول في هذا الزون اللي نسميه او هذا، ولكن كثير من الافلام احيانا فقط تظل مجرد افلام كوميدية او افلام يعني تعطي العرب او توضح المهاجرين سواء من العرب او من الافارقة او من غيرهم كانهم يعني عنصر من عناصر الكوميديا. فيلم فرقة البنات، مزخرف للبشرة السوداء الفرنسية سيلين سيكاما، محاولة لقراءة الفئة المهمشة الباريسية. هون أيضا غوص وفي هذا الواقع. لدينا أيضا فيلم ما الذي فعلته لربي للفرنسي فيليب دو شوفرون، كوميديا الهويات العالقة بين الحلال والحرام، حيث أن هذا يحكي قصة رجل لديه 4 بنات، ولسوء الحظ بالنسبة له يعني هؤلاء البنات الأربع يعني كلهم يتزوجون أشخاص من جنسيات مختلفة. الخلل في نجومنا للأمريكي جوش بون، عشق مراهق يقلقه المرض. يعني فيلم جدا عاطفي ورائع رغم ميزانيته البسيطة، إلا أنه استطاع جدا أن يحرز جمهور كبير. البحث للفرنسي ميشيل هازنافيوسيوس، ملحمة سينمائية ومحاولة لإنصاف الشعب الشيشاني. عندنا أيضا فيلم رائع جدا جيما بوفاري للمخرجة الفرنسية آن فونتان، تجسيد الرغبة الجنسية لامرأة تحلم بالعشق. هون ما بين لسنا فقط مع رواية جيما بوفاري، ولكن هون تخلق جيما أخرى. فهو فيلم جدا مدهش، تجعلك تشم الرائحة الفرنسية، رائحة الريف الفرنسي، الخبز الفرنسي، اللبيد الفرنسي. هو فيلم جدا مدهش. فيلم أمي، مجموعة ومضات واقعية عارية من الزخرفة، وهو للكندي الشهير
هذا الشاب الذي استطاع دولان الذي استطاع أن يحرز الكثير من الجوائز رغم صغر سنه، والذي يأتي بسينما مختلفة ليست يعني كسينما عادية. الفيلم الفرنسي مولود في مكان ما، المخرج الفرنسي من أصل جزائري محمد حميدي، ارتباك الهوية بين جزائري وفرنسي. لنعود إلى هذا الموضوع، أيضا يطرق وما زال يطرق في السينما، وهو موضوع يعني رائع، ولكن كما قلت تختلف وجهات النظر. لدينا كذلك فيلم فيوري للمخرج الأمريكي ديفيد آير. السينما الأمريكية تقدم وجها آخر للحرب بعيدا عن التاريخ والتوطين. طبعا تظل السينما الأمريكية عندما تستعرض الحروب أو عندما تستعرض هذه، يعني هنا تحاول أن تعطي هذه مجرد تنفيس، أو مجرد أحيانا ليست كاعتذار، ولكن ربما طبعا ما زالت الشخصية الأمريكية القوية التي تستطيع، أو يعني هذه الأسطورية التي تفعل الكثير من أجل إنقاذ العالم، وهي الشخصية التي تخرج رغم كل الحروب تخرج سليمة. شيء عن عيني للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، طبعا لغة سينمائية ذكية، وأصغر فرهادي سينمائي كبير إيراني، أفلامه تستحق كلها المشاهدة، فيها الكثير من الواقع، أو فيها الكثير من قراءة الواقع بطريقة رائعة. الكثير من الأفلام التي تحدثت عنها، أو هذه الأفلام طبعا الوقت لا يسع لاستعراضها جميعا، ولكن كما قلت أختم هذه السينما تحاول، هناك أفلام سينمائية جادة تحاول قراءة الواقع، إظهار هذا الواقع بشكل فني جيد، يعني البحث ما وراء السطور حول هذا الواقع. أتمنى لكم قراءة ممتعة، وإن شاء الله نلتقي في فيديو.